طيب نبدأ في الباب الثالث من الكتاب. حتلاقي في السلايد هذا في السلايدز هذه الباب الثالث والرابع مدموجين مع بعض. حطيت لك اياهم في شابتر واحد لأنه كله بيحكي عن موضوع البروبلم سولفينج باي سيرش. تمام، فكل ما يتعلق بالسيرش موجود في هذول السلايدز، يعني عددهم يعني مش عارف، يعني عددهم في 60 سلايد او يعني رقم 80 سلايد. طيب طبعا اذا ما تعودنا انه هذا الشابتر من هذا الكتاب عشان انت تكون عارف انه انت ترجع كذلك للكتاب لو انت بدك تفاصيل اضافية انه انت تقرأ منه هناك يعني. تمام، في الباب هذا احنا حنركز انه كيف احنا ممكن نعمل صياغة للبروبلمز تبعتنا as a search problem اذا نجحنا في هذا الاشي، وهذا هو محل الاسئلة انه انت تعمل فورميليت لبروبلم معينة as a search problem عشان انه انت تطبق عليها search algorithm، بالاضافة ل نوع تاني من الأسئلة إنه بروبلم معينة أنا بجيب لك يعني بروبلم تمام مصاغة وجاهزة بس بدي إياك تطبق عليها سيرش ألغوريثمز مختلفة وتجيب يعني كيف السوليوشن هنا وكيف السوليوشن هنا، مين أفضل هاي ولا هاي. تمام، إيش الأوتلاين تبعنا؟ حنشوف البروبلم فورميليشن، وهذا زي ما حكيت لك محل أسئلة إنه أنت بدك تعود نفسك انه انت من الكورس هذا من احد المخرجات تبعته انه انت تكون يعني انت بدك تشتغل في موضوع الاي اي، بدك تطور اي اي سيستمز، كيف بدك تطورها وتطبق سيرش الجوريثمز؟ انه واحده من الطرق عشان انت تحل المشاكل انه انت تستخدم سيرش الجوريثمز، بس كيف بدك تستخدم سيرش الجوريثمز وانت مش صايغ البروبلم از ا سيرش بروبلم؟ فهذه مهاره لازم تكتسبها انه انت تتعود كيف تصيغ بروبلم معينه از ا سيرش الجوريثم. هذا الاشي اسمه problem formulation وهو محل اسئلة، واخد بالك؟ تمام، حنشوف ايش في امثلة لproblems. تمام، وحنشوف كيف ممكن نعمل planning لsequential problem without uncertainty، يعني انه انا عندي certain information، وحنشوف البيزك search algorithms، وهذا برضو كذلك زي ما حكيت لك محل أسئلة. أنا بجيب لك بروبلم معينة وبدي إياك تحلي إياها بهذه الاستراتيجي بهاي الاستراتيجي وتشوف تقارن طريقة الحلين عشان تعرف إحنا وين موجودين من ناحية environment ومن ناحية الخصائص تبعتها، إنه إحنا موجودين في المنطقة هاي، إنه بإمكاننا إنه إحنا نطبق البلانينج والهيوريستيك سيرش. هذا الكلام وين ممكن نصل له في هاي الظروف؟ انه تكون عندك الانفايرمنت فيري فولي ابزورفابل وكمان ديترمينستيك وسيكوينشال تمام وديسكريت، غير هيك تقدرش تطبق السيرش استراتيجيز. هذا النقطه مهمه جدا. تمام، يعني على سبيل المثال لو ما كانتش سيكوينشال بدك تشوف هل هي ديسكريت او لا، اذا كانت مش ديسكريت فبالتالي بدك تستخدم طريقة في الاوبتمايزيشن اسمها continuous function optimization، optimization للدوائر المنفصلة المتصلة. الفانكشن اوبتمايزيشن برضو هذا باب منفصل احنا حناخده حنطبق فيه جيناتيك الجوريثمز. تمام، هيك انت تعرفت على الانفايرومنتس، خصائص الانفايرومنتس اللي احنا بنشتغل عليها واللي ممكن نطبق عليها السيرش استراتيجيز. طيب طبعا الاختيار في الديترمينستيك انفايرومنت اشي كتير سهل، التشويس بيكون تريفيال من ناحية المبدأ. ليش؟ لانه ببساطة ممكن انه يكون في عندك لوك اب تيبل وكل اوبشن انت عندك تروح تدي له سكور فاليو زي هيك، فبالتالي انه الديسيجن تاخذ شوكولاته ولا تاخذ قهوه ولا كتاب، فبالتالي القهوه لها اعلى سكور باخذها، فبالتالي الديسيجن هنا بروح بطلع من الاوبشنز، الاوبشنز هذه يفترض انه هي كالكوليتد وممكن تكون انه انا حطيتها بشكل امبليسيت. ممكن في حالة تانية
تتغير القيم هذه وأقول إنه الشوكولاتة بتروح والقهوة بتروح والكتاب بضل، فبالتالي هذا بروح بديله سكور مثلا 30، فبالتالي هو بيكون على الفاليو بالضبط. فبالتالي هاي الديسيجن ثيوري إنه كيف إنه أنت بدك تختار من مجموعة أشياء، ادي لكل واحد سكور وبتختار بيناتهم بسهولة، بس الفكرة في الموضوع إنه كيف نحط السكور هذا. يبقى السكور هذا ممكن يعني يتحدد بشكل امبليسيت تمام، وممكن يكون بشكل اكسبليسيت، معنى ذلك انه ممكن انه نحتاج اعمل له كومبيوتيشن. يعني على سبيل المثال انا موجود في مدينة معينة عشان اروح لمدينة تانية، ممكن اروح باستخدام هذا الطريق وممكن اروح باستخدام هذا الطريق، طب اختار هذا ولا هذا، بعمل كالكوليت للكوست لهذا وللكوست لهذا وبدي فاليو لكل واحدة، ساعتها بقدر اختار بسهولة بناء على الفاليو تمام. كيف؟ لا بتكون محسوبة مسبقة، لأنه إحنا هنشوف هذه الشغلة إنه أنت بتشتغل أوفلاين. كيف يعني بتشتغل أوفلاين؟ إنه أنت موجود في المكان الفلاني لسه ما تحركتش وحددت الديستنيشن، رحت قال لك إنه أنت ممكن تروح بهذا الاتجاه ممكن بهذا الاتجاه، والإيجنت قال لك إنه راح عمل لك الحسبة وقال لك هذا أفضل حل، ساعتها بتروح بتنفذ الحل، بتروح بتمشي على هذا المسار. وفي انت ممكن تشتغل بطريقة اونلاين، وهذه الشغلة برضو موجودة في النافيجيشن. يعني على سبيل المثال انت بتكون ماشي في مسار وفي صار في المسار هذا اللي اخترته، وفي صار انه بعد ما انت تحركت بساعة صار في زحمة في مكان معين، فبروح بيقترح عليك حل تاني تمام. هجيت هنا الكمبيوتيشنال تشويس اندر سيرتينيتي، هي المقصود في الموضوع ان احنا بدنا نعمل كومبيوتيشن للتشويسز تبعتنا او للديسيجنز تبعتنا. هنا بدي اركز لك على شغله مهمه، انه الاوبشنز تبعتك الخيارات انه لازم انه تكون ستراكتشرد، بسبب انه ممكن انه انت تعمل ريبريزنتيشن للبروبلم انفورميشن بطريقه مختلفه بطرق مختلفه. واضح الكلام؟ يعني بعبارة أخرى وبشكل مبسط، البروبلم هذه ممكن أعرض معلوماتها بطرق مختلفة صح؟ إحنا بدنا ندور طريقة ستراكتشرت عشان الحاسوب إنه يقدر يتفاهم معها ويقدر يتعامل معها، بحيث إنه نعرض له المعلومات بشكل ستراكتشرت. هي الفكرة في الموضوع بس، يعني إنه أنت ممكن تقول يعني يجي حدا يشرح البروبلم إنه يجي يشرحها بطرق مختلفة، إنه إحنا بندور على ستراكتشرت way عشان نحن نعمل representation information هاي تمام. ايش انواع البروبلم؟ في عندي اربع انواع، واحد اثنين ثلاثة اربعة. النوع الاول deterministic fully observable تمام، فبالتالي هذه single state problem، فبالتالي الagent بيعرف بالضبط في اي state حيكون، والسوليوشن بيكون عبارة عن اكشن عن سيكونس. النوع الثاني نون ابزورفبل، لاحظ هذه ابزورفبل هذه نون ابزورفبل، هذه بنسمي نوع من النوع هذا من البروبلم اسمه كونفيرمنت بروبلم. في هذه الحالة الايجنت ما عندوش اي فكرة وين هو موجود، والسوليوشن في حال انه هو اصلا في سوليوشن اصلا، لأنه مش بالضرورة أنه دائماً الإيجنت يلاقي حل، ممكن الإيجنت ما يلاقيش حل، بيكون برضو عبارة عن سيكونس تمام. هنا non-deterministic، خلي بالك من الاند والأور، يعني ممكن يكون non-deterministic مع partially observable أو يا non-deterministic يا partially observable بالضبط تمام. هذه بنسميها contingency problem. هذه الحالة انه البرسبت كل مرة بيزودني بنيو انفورميشن على الكرنت ستيت، وفي هذه الحالة بنسمي يعني بيكون في عندي حاجة اسمها contingent plan او policy، وهنا بيكون في عندي تداخل انترليف للسيرش والاكسكيوشن. وهذا كلام انه لسه حكيته قبل شوية،
بمعنى انا لسه واقف في مكاني وحددت الديستنيشن تبعي، لسه ما بديتش اتحرك، حددت الديستنيشن تبعي بناء على الاوبشنز. راح الايجنت طبق سيرش استراتيجي معينه وقال لي هذا افضل حل. خلاص عرفت ايش هو المسار اللي انا بدي اتحرك فيه، بروح بعمل اكسكيوت للحل هذا. هذه الطريقه بنسميها اوف لاين. ايش يعني؟ ايجاد الحل اول بعدين تطبيقه. في عندك طريقه ثانيه بتشتغل فيها اونلاين، انه بتكون دايناميك، انه انت بتكون وانت قاعد بتنفذ الحل، الحل ممكن يتغير، فبالتالي بتروح بتنفذ الحل الجديد، بتترك الحل القديم وبتنفذ الحل الجديد بشكل مستمر. تمام؟ هنا انه unknown state problem فبالتالي هنا بيكون في عندي exploration، بيطبق مفهوم الexploration وبيطبق هنا مفهوم reinforcement learning، بيشتغل بشكل online. تمام؟ هنا هذه الأنواع بيكون search والexecution خطوات منفصلة، لكن هنا النوع الثالث خطوات، النوع الثالث والرابع خطوات متداخلة. تمام؟ ايش يعني خطوات منفصلة هنا؟ بطبق خطوة السيرش، لقينا سوليوشن، طبق السوليوشن هذا اوفلاين. طيب ناخذ امثلة لكل نوع من هذول الانواع. ديترمينستيك فولي اوبزرفبل، زي ايش مثلا؟ vacuum cleaner everything is observed. هذا المثال احنا شفناه سابقا، انه كل مكان انت عندك في المكان اللي هو بيشتغل فيه انه observed، وبيعرف بيعرف ايش الستيتس تبعته، هل هو clean ولا dirty. ايش كمان؟ رومانيا، البروبلم تبعت انه انت بدك تنتقل من مدينة لمدينة تانية، الخريطة كلها عندك موجودة، كلها observed، كل الارقام تبعت المسافات انه هي موجوده، معنى ذلك انه هي كل الماب اوبزرفد. بس المشاكل تبعت انه اجيب الماتريز المتاحه كثير مكلفه في الشغل. كيف يعني؟ انه بتقدرش تحس زمان البروبلم، بتقدرش انه ايش؟ انه صعب انك تجيب افضل باث ممكن حاجات. احنا لسه حنحكي لقدام عن موضوع الابستراكشن. ايش مفهوم الابستراكشن؟ مفهوم الابستراكشن انه انت بدك تجرد الابستراكشن، يعني تجريد، تجريد من ايش؟ من التفاصيل. فبالتالي انت ممكن تعتبر انه هذا الكوست تبع هذا الباث 151 هو عبارة عن الديستانس اللي موجودة هنا، هذا بشكل ابستراكت. الديتيلز انه على سبيل المثال انه انت في عندك هنا ثلاثة ستوبس، ريست ستوبس، ومثلا في عندك محطة بنزين، وهذا الطريق مثلا انه مزدحم، وهذا الطريق مثلا مسفلت، وفي عندك على سبيل المثال انه هذا الطريق طلع زي هيك، هذا عبارة عن مسافة ما دخلتش فيها حساب انه قديش الطريق هذه ورع وعرة، الطريق جبلية، فبالتالي هذا بده يتحول ل 300 أو 340 مثلا، أو أي رقم أكبر بكثير من 75، صحيح المسافة قصيرة لكن طلع. فبالتالي بيعتمد على قديش مقدار أنه أنت بتبسط أو بتعقد المسألة أو المعلومات اللي في المسألة، كيف أنه أنت بدك تحلها، وبتضل أنه أنت يعني أنه عندك القدرة أنه أنت تحسب هاي الأشياء ولا لا، هل معلومات وعورة الطريق موجودة عندك، هل معلومات الترافيك الموجودة على الطريق موجودة عندك، أو أنه أنت ممكن تختار أنه هي موجودة عندك بس بدك تشيلها، بدك تعمل بسط المشكلة. تمام؟ إذا كان سؤالك بالطريقة هذه، هيك كان سؤالك؟ للأسف لا. للأسف لا. إيش؟ يعني اختيار الباثز لما بيزيد عدد كل احتمال ممكن الالغوريثم بتاع اختيار افضل باث بده يتعقد وبده تكلفه في الحساب اكثر. نعم، الالغوريثم نفسه مش قوي. صحيح. ف
في حالة زي هيك فبتطرق ايش افضل شيء نستخدمه او كيف نتعامل معه؟ احنا حناخذ في السيرش استراتيجيز يعني تخليني اقفز لقدام انه هنا سيرش استراتيجيز كيف بدنا نقيسها؟ كومبليتنس اربع ميجرز تايم كومبلكسيتي سبيس كومبلكسيتي اللي هو قديش مقدار تعقيدها والتايم كومبلكسيتي التايم مش من ناحيه اكسكيوشن كتايم لانه هذا بيعتمد انه حسب السي بي يو تبع بيختلف من جهاز لجهاز انا بقصد انه تايم كومبلكسيتي زي ما اخذته في الداتا ستراكشر اللي هو البيج او نوتيشن وقديش انه الاوبتيماليتي انه دائما بوجد الليست كوست سوليوشن فبالتالي هدول المعايير انا حطبقهم للالجوريثمز الاربعه اللي هو هذا المعايير اللي هو البي والدي والام تمام وحناخد في عندي عدة استراتيجي في عندي الان انفورم سيرش هذا في اربعة الجوريثمز حناخدها هذا في تو الجوريثمز هذا في وان الجوريثمز في غيرها بس احنا حناخد واحد تمام فبالتالي حتلاقي كل الجوريثم احنا بنطبقه هاي هم الالجوريثمز اربعة واعتقد انه جزء منها مر عليكم في مادة الالجوريثمز والديتا ستراكشر حنشوفها فحنلاقي انه على سبيل المثال انه هذا الالجوريثم انه يعني في الغالب لانه الاكسبيرمنت هي اللي بتحكم في الموضوع في الغالب انه هو ممكن يكون الافضل والافضل منهم هدول الاربعة بدنا نروح على النوع الثاني اللي هو الانفورمد سيرش اللي هو بيستخدم الهيوريستيك اللي هو عبارة عن الاي ستار الالجوريثم الاي ستار الالجوريثم هو الافضل بعرفش انتوا اخذتوه قبل هيك حنشرح تمام بدك تنسحب انت كمان لا مش انسحب هو بحكي لي خبرتنا يعني وبعد حلو بقول له هذا حلو بس احنا على المقاطع طيب احنا كنا وين كنا في الامثله على كل واحده deterministic fully observable fully observable يعني انه على سبيل المثال انا عندي بدي اجيب كل الستيتس الممكنه عندي في الفاكوم كلينر كم ستيت انا عندي كل الاحتمالات 8 احتمالات هنا الاحتمال الاول انه لوكيشن A و B يكونوا متسخات ويكون موجود في اللوكيشن A الاحتمال الثاني انه اثنين متسخات اثنين ديرتي ويكون في بي احتمال الثالث انه بي يكون نظيف كلين اي ديرتي وموجود في اي وهكذا فلو انت حصيتهم كلهم 8 تمام لو انت على سبيل المثال انه انت عملت ستارت انه انت كانت الستيت تبعتك الانيشال ستيت مع هاي المقصود في الكلام انه في ستيت 5 فبالتالي ايش الاكشن رايت سك روح لي باتجاه اليمين روح لي على اللوكيشن بي واعمل سك نظف الغبرة هذا يعني الشكل ديترمينستيك فولي ابزوربابل ناخذ مثال ثاني اللي هو رومانيا ديترمينستيك برضو فولي ابزوربابل ايش الانيشال ستيت تبعتك انه انت موجود حاليا في اراد وايش المطلوب منك بدك تعمل فورميت للجول ايش الجول تو بي ان بوخارست كيف نتعمل فورميليت للبروبلم الستيتس هي عبارة عن المدن المختلفة اللي انت ممكن تزورها لانه انت ممكن تروح على بوخارست بسيارة مدن مختلفة تمام وايش الاكشنز انه انت تعمل درايف بتوين سيتيز هدول السيتيز المختلفة والسوليوشن هو عبارة عن سلسلة سيكونس اوف سيتيز لاحظ انه انا مش حكينا لك هنا انه السوليوشن هو عبارة عن سيكونس وينها هاي solution عبارة عن sequence ايش يعني انه انت عشان تصل للمدينة هذه بدك انه انت تزور سلسلة من المدن بشكل مرتب يعني sequence of cities انه انت عشان تروح من اراد لبوخارست بدك تروح على سيبوي على فجراس بعديها بتصير في بوخارست هاي الرسمة زي هيك انه انت موجود في اراد لاحظ انه انت كم مسار ممكن تمشي هاي واحد وهاي اثنين
وهي ثلاثة. في غيره؟ أربعة. شو هذا المال؟ نعم؟ شو هاي أنت موجود في أراد، إيش سؤالك؟ شو هذا المال؟ تاكسي درايفر؟ تاكسي درايفر، تمام؟ فبالتالي إنه مطلوب إنه أنت تنقلني من أراد لبوخارست. في عدة طرق للحل، صح؟ قديش عديناهم؟ أربعة ولا خمسة؟ هاي واحد، هاي اثنين، هاي ثلاثة، وهاي أربعة. من فوق كمان، هاي خمسة وهاي ستة. كتير كتير، تمام. طيب الابستراكشن نرجع بنأكد عليه انه هو عبارة عن process of removing details، تمام. ليش؟ لانه انت بدك يكون في عندك good representation للproblem عشان انت تبسط الامور، تقدر انه انت تخلي الحاسوب يقدر يتفاهم، يعني يتعامل معها ويتفاهم معها. طيب نيجي هنا، هذا تمرين للformulation، وزي ما حكيت لك انا ممكن اسألك انه تعمل فورميليت لبروبلم معينة. ايش الانيشال ستيت؟ ايش بدك تعمل فورميليت؟ لا بدك تعمل فورميليت، بدك تعمل ديفاين لفور ايتمز، واحد اثنين ثلاثة اربعة. واخد بالك؟ واخد بالك؟ ايش الايتم الاول؟ بدك تحدد الانيشال ستيت. بدي لك خريطة، بدي لك مثلا بازل معينة، بدي لك جيم معينة، كلمات متقاطعة، شطرنج، مش عارف أبصر إيش، وبدك تحدد إيش هي الانيشال ستيت، إنه أنت موجود وين في أراد. بعديها بدك تعرف حاجة تانية اسمها سكسيسور فانكشن. إيش هذه الفانكشن؟ بتجيب لك كل الستيتس والأكشنز الممكنة بالنسبة لستيت معينة. الستيت اللاحقة successors، تمام؟ هجد هناخد مثال عليها في السلايد اللي سلادي جاية. والgoal test لازم يكون في عندك دالة، هذه خلي بالك هذه عبارة عن دالة وهذه برضو عبارة عن دالة. الgoal test ايش وظيفة تبعت الدالة هذه؟ انه انت تفحص انه انت وصلت للحل ولا لا. معنى ذلك انه انت كل مدينة بتزورها بتقول المدينة هل هي بوخارست؟ لا، استمر في البحث. هل هي بوخارست؟ بوخارست، يبقى وقف وبترجع لي الحل تبعي، تمام؟ فبالتالي ممكن يكون الحل هذا explicit، يعني على سبيل المثال تقول له انه بدي الستيت تكون بوخارست او سيتي تكون بوخارست، او اذا انت بتلعب شطرنج انه انت تقول له كيش ملك تشيك ميت، بدنا نصل للستيت اللي اقول له فيها كيش ملك، تمام؟ انه اخلي ترتيب الاحجار على البورد تبعت التشيس تكون بهذا الشكل. وايش بلزمك كمان؟ دالة ثالثة. يبقى بلزمك الانيشال ستيت وثلاث دوال. الدالة الثالثة تلزمك لحساب الكوست، والكوست هذا اديتيف، يعني هو عبارة عن مجموع الباثز اللي انت بتمشي فيها، تمام؟ لانه انت عندك sequence of actions بدك انه تحسب الكوست تبعها. يعني على سبيل المثال في اراد، خلينا نشوف هنا، نرجع على الخريطة. ممكن اقول انه الحل هذا قديش التكلفة تبعته؟ 140 زائد، قول معايا 99 زائد 211. هذا الحل الأول. طب الحل الثاني هذا 140 زائد 80 زائد 97 زائد 101. تحسب لهذا ناتج
تحسب لهذا ناتج، بقدر اختار ساعتها زي موضوع الشوكولاتة ولا الكتاب ولا القهوة. مش في فاليو لكل واحدة؟ قهوة، تمام؟ طيب successor function، خلينا ناخذ بس successor function. يبقى successor function for a given state بده يرجع لي شغلتين، الاكشن والنيو ستيت. كبير بهذا الشكل، يعني على سبيل المثال انه في الستيت هاي ايش ممكن ارجع؟ انه هاي الاكشن وهي الستيت. انت كنت الستيت السابقه هاي، لو اخذت الاكشن ليفت، تمام، انه هاي الستيت تبعتك بتكون فيها، تمام. ولو اخذت رايت هاي الستيت تبعتك. خلي بالك ليفت، وبتلاحظ انه الستيت هاي مثل الستيت هاي، بدي اياك تطلع على الرسمه هنا، حورجي لك اياها قدام. هاي هذا التنقل بين الستيت سبيس. يعني على سبيل المثال انه ايش البوسيبل اكشنز اللي ممكن تسويها في الفاكوم كلينر؟ كم اكشن انت ممكن تسوي؟ رايت ليفت ساك، ثلاثة اكشنز بس. هجيت الاكشن هذا، لما تلاقي الاكشن نفسه راجع لنفس الستيت، معنى ذلك انه انت ليفت وضلك ليفت، يعني دو نثينج، يعني خليك مكانك. هاي الفكرة في الموضوع. فعشان هيك انت هنا ما تستغربش انه انت موجود A dirty، تمام، clean، وانه لو اخذت الاكشن ليفت حيضلك في نفس الستيت في A dirty clean، تمام، dirty clean للوكيشنز A و B. لو رحت على right ايش بتلاقي انه الاختلاف؟ كنت في A صرت B. ما هو الاكشن معناته انه ما تاخدش انه انت لفت وخدش مالك كمان، لا، معناته انه انت خليك في نفس المكان. يعني هنا كمان مرة هذا الكلام معناته انا ممكن اضلني في مكاني، اضلني في نفس الستيت. هاي معناته انا لفت، انا موجود في ستيت معينة، في عندي هاي S0، ممكن انتقل لستيت مثلا S2، او ممكن اضلني في نفس الستيت. هذا برضو اكشن، مش معناته اكشن انه انا تحركت، لا، هو اكشن ولكن انه ما تحركتش، ضليتني مكان. فممكن انا اضلني مكاني او اروح رايت او اعمل ساك، ثلاث خيارات، تمام. اما بالنسبة لرومانيا، ايش السكسسور فانكشن بترجع؟ انه انت موجود في اراد، وين ممكن تروح؟ تيميسورا، اوبس، تيميسورا، تمام، و ممكن تروح لسيبوي، وممكن تروح لزرنت. هنا انه هاي الستيت الحاليه، ممكن انه تعمل تروح لتيميسورا، ايش النتيجه تبعتها؟ انت تيميسورا، انه انت صرت في تيميسورا. وممكن تروح على هاي جو ان، ممكن تروح على سيبوي وتصير في سيبوي، وممكن تروح على زرند وتصير في زرند. تعال ارجع للخريطه هنا، هاي اراد، بتلاحظ انه انت ممكن تروح فعلا على زرند وعلى تيميسورا وعلى سيبوي، هدول الثلاث ديستنيشنز. هاي مفهوم السكسسور فانكشن، تمام. خلينا نتوقف هنا، في حدا عنده سؤال؟ ماله الموديل؟ ببعث لي ايميل برقمك الجامعي وقول لي ذكاء اصطناعي، تمام، يعطيكم العافية.